طب خلينا نشوف مالك برضو، يعني مالك يعني انت لعبتي مع كابتن عمر قبل كده وعارفاه، لما رجع انتوا ما حسيتوش انه غريب صح؟ يعني حسيتوا ان هو يعني اتمرنتي معاه والدنيا، وده يمكن من احد الاسباب اللي كانت عودته ما خدتش يعني وقت انه يخش جوه النادي بسرعه. طيب قولي لي البطوله شايفه مين كان اقوى ماتش لعبناه؟ ايه الماتش اللي كان صعب؟ ايه الماتش اللي احنا كنا تعبنا فيه جامد؟ هي الماتشات كلها بصراحه كانت يعني منافسه جامده لينا، بس طبعا اقوى ماتش لينا كان الجزيره. الاول ولا الثاني؟ الثاني بصراحه. الثاني الثاني لان هم كانوا كاسبيننا 17 بوينت وبعد كده احنا عوضنا، فكان طبعا الموضوع موتر جدا، بس الحمد لله احنا عرفنا يعني نعوض. انت فاكره يعني خلص كام لينا ولا مش فاكره؟ كسبنا 3 بونت. 3 بونت بس بعد ما كنا متاخرين 17، كنا خسرانين 19 بونت. ما طبعا لان الماتش احنا الاولاني كسبانينه كتير فنزلنا مريحين. طيب انت فاكره المباراه دي اتعملتيها ازاي؟ لا انا لعبت فيها في الاول ما كنتش موفقه قوي بصراحه، بس الحمد لله في الاخر لعبت كويس قوي. لعبت يعني كويس. طب قولي لي بقى يعني ابرز التعليمات اللي بيديها كابتن عمر هاشم، يعني اكتر كلام بيركز معاكي فيه وفي التايم اوت بيطلبه منك، قولي لي كده. بيركز ان انا امشي الملعب كويس. يعني ايه امشي الملعب كويس؟ يعني قولي لي بقى اديني تفاصيل. يعني مثلا ابقى شايفه يعني في كل حته، شايفه بالظبط، شايفه الملعب كويس، حد فاضي اعرف اتصرف صح بالظبط. بس يعني بفتح عيني كويس وكده. طب الديفنس؟ والديفنس طبعا مهم جدا. بيطلب منك ايه بقى في الديفنس؟ الماتش بتاع جزيره كان خلاني افصل دنا. دنا دي مين بقى؟ دنا جنيدي. دنا شريف بنت شريف جنيدي. سبحان الله. بس فدي كنت مسكين من اول ماتش. إيه؟ يعني بوينت جارد زي. فانت ضغطتها من اول الملعب ولا كنت ايه؟ كابتن عمر بيحب الضغط من اول الملعب، خلي بالك. جدا. هو سيستم كابتن اشرف توفيق. طيب ضغطتيها، كنت قادره تدافعي وتهاجمي في نفس الوقت؟ بيبقى صعب. لا لا الحمد لله كنت نفس عارف. ايه ما تعبتيش يعني؟ بيبقى محتاج فتنس كويس. بس لا الحمد لله اتمرنت فتنس الفتره اللي فاتت كويس. كنت بتمرن كتير قوي. كنت بتمرن مع كابتن حسن. كابتن حسن. حسن هو اللي كان بيمرنكم فتنس. طيب يعني ابرز المكاسب اللي انت شايفاه، يعني النهارده احنا لما بنكون في بطوله طالعين منها مش بس الكاس اللي احنا خدناه، لا اكيد اتعلمنا حاجه. ايه اللي انت شايفاه اتعلمتيه من البطوله دي؟ هل لما نكون متاخرين زي نكسب؟ هل لما ان احنا ما نستهونش بماتش؟ ايه المكاسب اللي انت اتعلمتيها؟ طبعا احنا كنا مستهونين وده حاجه غلط جدا، ده اللي خلاهم يخشوا في الماتش. احنا كنا واثقين بالمكسب قوي. بالظبط. دي مشكله كانت عندنا، بس الحمد لله طبعا الفرقه كانت روحها على بعض قوي، يعني كلنا عايزين نكسب. بره الملعب جوه الملعب بنشجع بعض، عايزين فعلا، شايفين الكاس قدامنا خلاص عايزينه، يعني نفسنا ناخد الكاس كده ونفوز بيه. بالظبط. بس احنا كنا خسرنا من الجزيره كان هيبقى ماتش فيصل، بس برضو كنا طولنا الدنيا حبه يعني. طيب قولي لي انت في سنه كام؟ انا ثالثه اعدادي. انت لسه صغنونه خالص. طيب يعني احكي لي يومك، بتقضي يومك ازاي؟ زي هنا وجودي. بصحى الصبح. بصراحه انا كنت مقصره شويه في في الدراسه. ما كنتش بروح كتير. بس كان يعني لو يوم بتروحي المدرسه بتروحي امتى؟ ولو يوم ما بتروحيش بتعملي ايه يعني؟ بصحى. انا عايز اقول حاجه. ملك عزب من اللعيبه يعني على مدار، انا يعني كل الجمله اللي قالتها اللي هي مقصره في الدراسه ده بسبب انا للاسف فعلا. لان كانت بتجيلي الصبح ايام كتير، كانت بتضطر تغيب عن المدرسه في لعيبه معينه كانت بتيجي تتمرن الصبح، فيعني بس الحمد لله يعني جانا ربنا كافئها وكافئها بالبطوله وكافئك يعني.